في حلقتنا الجديدة من لف وشوف مع منفيس. هناخدك معانا في جولة ممتعة تعيش فيها تجارب كتيرة وكمان متنوعة، بس المميز في حلقتنا والسر في الجاذبية، إننا هنعرفك على أشهر وأجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في لندن ببلاش عشان تستمتع فيها براحتك ومن غير أي ضرر للميزانية. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. لو كنت حابب تعيش أجواء مختلفة وتهرب في جولة عائلية وسط الطبيعة ونسمات الهواء النقية في حدائق كيو جاردنز الملكية، هي من أشهر الوجهات الترفيهية الطبيعية اللي تقدر تستمتع فيها ببلاش وانت في لندن. وكمان من أقدم الحدائق الملكية اللي لازم تزورها وانت في لندن وتشوف بنفسك جمالها الطبيعي وروعة أشجارها ونباتاتها، هي حديقة سانت جيمس بارك. ومعانا كمان حديقة ريتشموند بارك الملكية المعروفة بأنها من أشهر وأكبر الحدائق الملكية في العاصمة البريطانية، وهي من الوجهات الممتعة اللي تقدر تقضي وقتك فيها مع أصحابك، وهي كمان وجهة مناسبة للفسح الترفيهية العائلية. بالإضافة لحديقة هايد بارك المعروفة بأنها الملاذ الأول لعشاء الهدوء والاستجمام، وده لأنها بتقدم للزوار فرصة رائعة للاستمتاع بالطبيعة الجميلة بعيد عن صخب المدينة. والعلامة المميزة في قائمة مقترحاتنا هي بيج بان لندن، اللي مش بس بتصنف كواحدة من أجمل مزارات لندن، ولكنها كمان من أشهر المعالم والمزارات السياحية على مستوى العالم كله. ومن أهم أسباب شهرة ساعة بيج بان هي تصميمها الجميل الفريد اللي بيكون على هيئة برج من الحجر الجيري المزخرف، ده غير قيمتها التاريخية العظيمة، فهي بتعتبر جزء من التراث الثقافي للمملكة المتحدة البريطانية، بالإضافة لموقعها المركزي في وسط العاصمة واللي بيقدم لك فرصة من ذهب عشان تستمتع بزيارتك ليها وكمان تاخد معها أجمل الصور التذكارية. ومن أجمل القصور الملكية في لندن هو قصر باكنغهام، المقر الرئيسي في لندن للعائلة الملكية البريطانية، وهو كمان من الوجهات السياحية المشهورة في قلب المدينة. بيتميز قصر باكنغهام بجمال تصميمه النيوكلاسيكي الأنيق اللي هتنبهر بيه خلال زيارتك، ده غير التصميمات الداخلية والمقتنيات الملكية الرائعة اللي هتاخدك معاها جوا عالم خيالي من الأناقة والجمال، بالإضافة لجرعة الهواء النقية اللي هتستمتع بيها لو حبيت تتمشى شوية وسط الطبيعة الخلابة لحدائق القصر. ولو كنت من عشاق الطبيعة ومن المهتمين بالعلوم البيولوجية، فمتحف التاريخ الطبيعي Natural History Museum London هو واحد من أهم متاحف التاريخ الطبيعي في العالم، وهو كمان من أشهر معالم العاصمة البريطانية. وبيتميز المتحف بمساحته الواسعة ومقتنياته المتنوعة من الحفريات والهياكل العظمية المختلفة للكائنات المنقرضة زي الديناصورات، ده غير العروض التفاعلية والورش التعليمية اللي بيقدمها للزوار. وعشان كده بيعتبر متحف التاريخ الطبيعي من أجمل الوجهات الترفيهية والتعليمية المناسبة بل كل الأعمار. أما بقى لو كنت من هواة الفن المعاصر، فإيه رأيك لو تيجي معانا في جولة مجانية ممتعة لمعرض تيت مودرن المعروف بأنه واحد من أشهر معارض الفن المعاصر في العالم، وهو بيتميز بمجموعته الفنية الشاملة والمتنوعة من أعمال الفنانين المشهورين والمبدعين الناشئين. في خلال جولتك في معرض تيت مودرن هتقدر تتعرف على مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية، وهتلاقي فرص متنوعة للاستمتاع بالفعاليات والندوات الثقافية. وكمان من أشهر المزارات السياحية اللي تقدر تستمتع فيها ببلاش وانت في لندن متحف فيكتوريا وألبرت الموجود في منطقة ساوث كنسنجتون في لندن، فهو من أشهر متاحف الفن والتصميم على مستوى العالم، وبيتميز بمجموعته المتنوعة من الأعمال الفنية واللي بتعبر عن التنوع الثقافي والحضاري الضخم.
وطبعاً ما ينفعش تكون موجود في لندن وما تروحش على المتحف البريطاني عشان تشوف تاريخه العريق وتستمتع بثقافته العظيمة، فهو بيحتوي على أكتر من 8 مليون قطعة تاريخية لعرض الحضارات المختلفة والتحف الأثرية والمقتنيات الفريدة. وما تنساش إن كل ده هتعرفه براحتك وكمان من غير ما تدفع أي حاجة، وكمان تقدر تستمتع بإطلالة نهر التايمز البانورامية من أعلى جسر البرج الشهير في لندن. ولو كنت من المحظوظين وصادفت لحظة ارتفاع الجسر وعبور السفن والبواخر الضخمة، فأنت في اللحظة دي بالذات هتعرف قد إيه بريطانيا بتتميز بهندسة معمارية ملهاش مثيل. ولو فكر ان الاجازة في لندن ينفع تعدي كده من غير ما تزور ميدان بيكادلي تبقى غلطان، لاني وانت في بيكادلي سكوير هتعيش اجواء ملهاش مثيل وسط اجواء الحي الترفيهية، وهتشوف كمان شاشة بيكادلي العملاقة المعروفة بانها من اشهر شاشات العرض الاعلانية في العالم، بالاضافة للمتاجر المتنوعة والعروض الترفيهية الرائعة. وبالمرة بقى وانت في بيكادلي سكوير عدي على الحي الصيني واستغل قرب المسافات اللي بينهم، وضيف ليومك تجربة جميلة وسط الأجواء الأسيوية الرائعة المنتشرة في كل مكان داخل الحي الصيني. ولو كنت من عشاق المأكولات الصينية وبتحب الفلكلور الأسيوي يبقى انت كده في المكان المظبوط، وهنقدم لك كمان مجموعة من الأحياء الترفيهية الممتعة في لندن واللي هتعيش فيها أجمل أوقاتك ببلاش، زي حي كامدن تاون اللي بيعتبر بمثابة منطقة للثقافات المتنوعة، وهو كمان من أشهر أحياء لندن الترفيهية اللي هتستمتع فيها بأشكال وألوان متنوعة من الأكشاك المختلفة لعرض السلع، بالإضافة للأجواء الترفيهية والفعاليات الحيوية اللي بيتميز بيها كامدن تاون. ده غير المطاعم المتنوعة للمأكولات الغربية والعربية الحلال والمقاهي المتألقة واللي بتضيف لحي كامدن تاون أجواء مثالية من البهجة والمرح. وكمان من الأحياء المميزة اللي أكيد هتستمتع فيها وانت في لندن حي بادينغتون، واللي عبارة عن منطقة حضارية جميلة في غرب لندن، يعني هتستمتع بالتنوع الثقافي والترفيهي للحي، وكمان هتشوف أجمل المناظر الطبيعية. وعشان تستمتع بالثقافة والفنون وتعيش أجواء ترفيهية مميزة يبقى ما تترددش في جولتك اللي جاية، ويلا بسرعة على حي ساوث بانك الموجود في جنوب نهر التايمز، وانضم لمجموعته المتنوعة والممتعة من المعالم والفعاليات الثقافية والترفيهية المثيرة. ومن أهم معالم حي ساوث بانك عين لندن الدوارة اللي هتاخد معاها أجمل الصور التذكارية، وهتستمتع بحركتها الدائرية مع إطلالة ساحرة على ضفاف نهر التايمز. كمان من أجمل الوجهات اللي هتقدر تستمتع فيها ببلاش وانت في لندن شارع أكسفورد، أشهر وأجمل الشوارع التجارية في العاصمة البريطانية، فهو بيتميز بتشكيلته الواسعة من المتاجر المتنوعة، بالإضافة لأجواء الحيوية اللي بتعكس الحياة النابضة لمدينة لندن. ولو كنت حابب تاخد جولة مع أسرتك أو أصحابك وتستمتع بوجبة إنجليزية شهية وتتعرف على ثقافات المدينة المحلية، يبقى وجهتك اللي جاية هي منطقة كارنبي، وعيش بقى متعة التجربة وسط الأجواء الصاخبة والفعاليات الترفيهية. ومن الوجهات الجميلة الموجودة في حي نايتس بريدج بلندن هو متجر هيرودز الراقي المكون من 7 طوابق، واللي هتقدر تستمتع من خلاله بتجربة ترفيهية مميزة وتتعرف على أرقى وأفخم المتاجر المتخصصة للماركات العالمية. ودلوقتي ايه رأيك لو تجرب حياة رجال الأعمال في تجربة سريعة بزيارة ممتعة لكينيري وورف، المنطقة التجارية والمالية الأشهر في العاصمة البريطانية واللي بتعتبر من أشهر الوجهات الرئيسية لرجال الأعمال في لندن،
ومن أكتر الحاجات المميزة اللي هتشوفها وانت في منطقة كينيري وورف هي المباني الحديثة والفعاليات الثقافية والترفيهية الممتعة. بكده نكون قدرنا نرشح لكم مجموعة من أفضل وأشهر الوجهات الترفيهية اللي تقدروا تستمتعوا فيها بجمال لندن ومعالمها السياحية من غير أي رسوم أو دفع مبالغ خرافية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتستنونا في حلقة جديدة من حلقات ممفيس تورز.